وللحديث حول موقف هيئة علماء المسلمين في العراق من مجريات معركة طوفان الأقصى معنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور مرحبا بك، ما أهمية هذه المعركة اليوم؟ كيف تنظر هيئة علماء المسلمين لها وإلى توقيتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة نتابعها بفخر كما أشرنا في تغريدتنا، وهذه المتابعة نحن شأننا شأن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. التوقيت توقيت مهم جدا بعد أيام طويلة وشهور عصيبة مرت بها القضية الفلسطينية من تزايد للانتهاكات وتصاعد في أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى وكثرة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وبعد أن كادت تيأس الكثير من النفوس ويصلون إلى حد أنه لا نصر أو لا فرج بعد الآن، جاءت هذه المعركة اليوم وهذه العملية النوعية التي أذهلت العدو والصديق في آن واحد. لم يكن أحد يتوقع أن تكون العملية بمثل هذه النوعية وبمثل هذا الحجم وبمثل هذه النتائج وفي ساعات معدودة ومحدودة. نسأل الله تعالى أن يثبتهم ويربط على قلوبهم. فصائل المقاومة دعت الشعوب العربية والإسلامية إلى دعمها، إلى أي مدى ساهمت تحركات علماء وهيئات المسلمين بإعادة توثيق علاقة المسلمين حول العالم بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى؟ نعم، هو جهد ليس مقترن بهذه المعركة وبهذا الحدث، وإنما هو واجب مستمر منذ أن بدأت القضية الفلسطينية في أيامها الأولى، والتاريخ قد ثبت مواقف العلماء، ولا سيما نتكلم عن علماء العراق حينما ذهب الشيخ الصواب رحمة الله عليه والشيخ الزهاوي رحمة الله عليهم أجمعين في جولة في أرجاء المعمورة لتحشيد الناس وتحفيزهم وحثهم على الجهاد والنصرة. القضية قضية فلسطين غير مقيدة بالمكان الذي هي فيه، بل هي قضية الأمة في جميع أنحاء الأرض، ولذلك الأمة أو العلماء على رأس الأمة قامت بهذا الواجب منذ ذلك الحين محفزة وتحث الناس على واجب القيام بواجب النصرة. اليوم ربما في السنوات الماضية قد حدث نوع من تصعيد هذا الحراك، ولا سيما بعد أن أخذ العديد من العلماء في عدة بلدان شكل هيئات وروابط جديدة، فبدأ بعيدا طبعا عن الأجهزة الرسمية والحكومية، فبات العلماء في حل من القيود الرسمية الحكومية، فوجدنا في السنوات الماضية حراكا قويا بين هذه الهيئات والروابط العلمائية، وقاموا بالعديد من الفعاليات في سبيل هذه النصرة. الآن ونحن نتحدث على الهاتف معكم هنالك لقاء علمائي لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات العلمائية من عدد كبير من أرجاء المعمورة، نسأل الله تعالى أن يكلل جهودهم وتتوافر مع جهود أصحاب الأرض هناك القائمين على حمل لواء الجهاد. طيب دكتور، هذا الطوفان طوفان الأقصى إلى أي مدى أحرج الميليشيات في سوريا والعراق ولبنان والتي تقول إنها تدعم المقاومة؟ هي يعني الوجه الحقيقي لهذه الميليشيات مكشوف منذ زمن طويل، لكنه يوما بعد الآخر تتعرى هذه هؤلاء الأدعياء، واليوم تحديدا حينما باتت الحاجة واضحة وقوية إلى أي دعم في هذه المعركة، اليوم لا مجال للتفرج، وكل من يستطيع القيام بواجب النصر عليه أن يقدمه عاجلا غير آجل، بينما رأينا هذه الميليشيات تدعو إلى الترقب وإلى المتابعة وإلى الاكتفاء ببيانات خجولة حقيقة لا تسد رمقا ولا تدفع ضررا ولا تؤيد مقاتلا أو تدعمه، فلذلك يوما بعد آخر تنفضح هذه الميليشيات المدعية وتكشف حقيقتها، ونسأل الله تعالى أن يجعل أهلنا في فلسطين على وعي كامل، لأنه إلى الآن لا يزال
البعض مخدوع بمثل هذه الميليشيات بسبب بعض الشعارات المرفوعة، ولكن لا مجال اليوم لمثل هذا الانخداع وقد تكشفت الحقائق للجميع. نعم دكتور، أمام مشهد هروب المستوطنين من غلاف غزة وعمليات أسر ضباط الاحتلال التي يعني شاهدناها مؤخرا، إلى أي مدى أثبتت هذه المعركة ضعف الاحتلال والتهويل العسكري حوله من الأنظمة في المنطقة؟ يعني كثيرا ما كنا نسمع وكنا نؤيد ونقول أن قوة هذه الأنظمة الطاغية الاحتلال، وأنا أربط دائما بين الاحتلال الصهيوني والاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني، دائما قوة هؤلاء تأتي من ضعف البرامج المواجهة لها، فمتى ما وجدت قوة حقيقية وصدق رجال فإن القلة حينئذ تنتصر على مثل هذه القوة الغاشمة مهما كثرت وتدجدت، يعني تسلحت وتحصنت بسلاح نوعي وكثير. فالقلة اليوم ما دامت هي على الحق فإنها هي صاحبة الصوت الأعلى، وإن الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذه كلمة بإذن الله لابد أن يعيها الجميع، سواء من كان على أرض المعركة أو من يدعمهم ويؤيدهم. نعم. فاللجوء لله وحده مع الأخذ بالأسباب طبعا المادية، مع تأكيد المقاومة أن الاحتلال لا يعرف حتى الآن ما سترتب أو سيترتب على هذه المعركة وما بعدها. دكتور، ما المأمول اليوم من الأمة ومن المقاومة بعد هذه المعركة؟ يعني المقاومة في كل المكان ولا سيما أهلنا هنالك، نسأل الله تعالى أن يشرح صدورهم للثبات على الحق أولا والصمود، وأن يمدهم بمدد وقوة من عنده، وأن تكون هنالك انتقالة إلى صفحات ثانية لمثل هذه المعركة. المعركة يعني يفترض أن لا تنتهي بمثل هذه الغارة السريعة، وإنما ننتظر ونتوقع أن يكون هنالك تكاملا من قبل أهلنا في جميع الأراضي الفلسطينية لتعزيز هذا النصر الذي تحقق اليوم، ويستثمر لتوسيعه ثم تحقيق النصر الكامل. أما الأمة جمعاء فندعوها جميعا للقيام بواجب النصرة كل من مكانه، سواء كان سياسيا بالضغط السياسي على الحكومات لأخذ موقف حقيقي، لا سيما في الدول التي سمعنا منها للأسف مواقف مخجلة تدعو إلى التهدئة ونحوها، وكذلك الدعم لأهلنا بالمالي والدعم الإعلامي وكل أنواع الدعم، والأمة لا تعدم من وسائل الدعم، ووسائلها متاحة وقنواتها كذلك متاحة، ونسأل الله أن يكتب لهم هذا الأجر ولا يفوتون هذه الفرصة لتثبيت موقف واسمهم في سجل خالد من صفحات تاريخنا المجيد. نعم، الناطقة الرسمية باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.